بمطلق الأمانة لا أرى شخصيا أن إنشاء رابطة كتيبة المغرب هو نوع من الطرف الفكري أو حتى نوع من استجداء المكانة داخل خارطة الاشتغال على مجتمع المعرفة وعلى مجتمع القيم وأيضا إنجاح المشروع التنموي الجديد. رابطة كتيبة المغرب يجب أن تكون متصدرة للمشهد الإعلامي والثقافي المغربي، لابد أن تكون شريكا استراتيجيا في بناء هذه المنظومات التي نتكلم عنها، المنظومات الفكرية والمنظومات الإبداعية، بما تحفل به هذا الرابطة من أسماء شهيرات الكاتبات والمبدعات لا على المستوى الوطني ولا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولي. إذن نحتاج إلى هذا الزخم لنؤسس به لرؤية جديدة لمنهجية جديدة في التعاطي مع الجانب الإبداعي، أولا لكي تتمكن هذه الرابطة من أنها تزيل هذه النمطية التي تطارد المرأة المغربية في المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي، وأيضا لأن تجد للمرأة الموقع أساسي في بناء المنظومات القيمية والمنظومات الفكرية. رابطة كاتبات المغرب عنوان للتعدد والتنوع وتخصيب دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي والمعرفي المغربي.